نظمت وزارة الوظيفة العامة والعمل دورة تدريبية لتأهيل مدراء الموارد البشرية. جاء تنظيم الدورة من قبل الجمعية الوطنية، حيث مستشار الوزير عبد الله صالح حلمين هو من رأس افتتاح أعمال الدورة. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. بمناسبة اليوم الوطني للموارد البشرية، نظمت الجمعية الوطنية لمدراء الموارد البشرية تحت شعار أدوات التسيير ومعايير الخريطة الجغرافية للعمل دورة تدريبية من أهم أهدافها دفع الموظفين والعمال لمعرفة وتطبيق مختلف الأدوات ومعايير الأدوات الدولية والوطنية من أجل المحافظة والتنوع في جودة العمل من أجل المساهمة في التنمية المستدامة. وفي كلمته ممثل وزير الوظيفة العامة والعمل عبد الله صالح اللمين أشار إلى أن الموارد البشرية تمثل العمود الفقري للعمال في مختلف المنظمات التي تسعى إلى الامتياز والنجاح، وبدون الخبرة ومعرفة الأدوات للعمل لا يمكن تحقيق إنجاز في أي مجال، وعليه فقد جاء الاهتمام لتسيير الموارد البشرية سواء في المؤسسات الخاصة والعامة. وللإشارة فإن الأعمال لليوم الوطني تستمر 3 أيام